وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. وصلنا الى مساله 393 وقريناها بس يعني ما قدرنا نشرحها بشكل مناسب بسبب ضيق الوقت. مساله 393 اجزاء الميته اذا كانت لا تحلها الحياه طاهرة وهي يعني الاجزاء التي لا تحلها الحياه وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضه اذا اكتست القشره الاعلى وان لم يتصلب سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام وسواء أخذ بجز أم نتف أم غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة وكذلك اللبن في الضر لا ينجس بملاقات الضر النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء أدنى أجزاء الميتة اجزاء الميته شكليا مره تكون ما تحله الحياه وما لا تحله الحياه هسه اذا احنا عرفنا يعني الذي يعني الجزء الذي لا تحل الحياة فيه هذا معناته هسه إذا عرفنا ذني ما عداهن تحل الحياة بي. هسه هذا الذي تحل فيه الحياة التي يعني اللي يعتبر جزء حي هذا يكون نجس مثل الميتة نجس اللي ما تحل الحياة به مثل ايش؟ مثل الشعر مثل الصوف وهذا اللي عددناهن ذني شلون؟ يقول ذني طاهرات طاهرات الآن طاهرة لأنه ما تحل الحياة بها طبعا مو بالمعنى العلمي الدقيق يعني قد قد يقال انه لا هي خلايا حيه مثلا بعض الاحيان احنا نحكي بال يعني بالمعنى العرفي اللي ما ما تحل الحياه به مثل الشعر وغيره فهذا يعتبر طاهر حتى لو أخذته من الحيوان الميت زين تقول زين تقول أنا مرة الصوف أخذه على نحو أقصة الصوف بالجز ومرة أنتف نتف يعني تعبيرنا أشلعة أشلعة من الجلد هذا الصوف اللي يعني تاخذ منين تاخذ من الحيوان الميت ما نحكي عن الحيوان الحي تاخذ من الحيوان الميت هذا اللي تقصه بالمقص مثلا وامثاله هذا ما بي اشكال هذا بعد حتى ما يحتاج تغسله اصلا مو نجس بس اللي تنتفى اكو شغله انه اكو جزء من الصوف بالحقيقه هو كان وين كان داخل داخل الجسم فهذا بسبب الرطوبات هذا الجزء اللي هو داخل الجسم جسم الحيوان الميت هذا الجزء بسبب وجود الرطوبات فهو ايضا تنجس لان لان النجاسه تنتقل من جسم الى اخر من خلال الرطوبه المسريه فاذا شنو؟ اذا انت تحتاج تغسل هذه الاطراف اللي كانت في داخل جسم الحيوان الميت. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة خلصنا منها هاي طاهرة عفوا عفوا ما, لا تحلها الحياة طاهرة هذه بالمقابل هذه هي نجسة وهي شنية اللي اللي لا تحلها الحياة الصوف الشعر الوبر العظم العظم يعني افترض مثلا كمثال حيوان مات وتفسخ وقبس هذا العظم. إجفد فد واحد يعني مع وجود الرطوبه المسرية لزم هذا العظم. الان تنجست ايده؟ الجواب لا ما تنجست ايده. لان العظم مو نجس. واضح ان شاء الله؟ والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضه البيضه لكن بها شروط والبيضه اذا اكتست القشره الاعلى وان لم يتصلب هذا بهذا الشرط يلا تكون طاهره يعني اذا طلعناها من ميت من حيوان ميت فبهذا الشرط تكون طاهره اما اذا كان ما عليها هذا القشر الخارجي حتى وان كان ما متصلب اذا ما عليها القشر الخارجي فتعتبر ايضا نجسه زين يقول سواء كان ذلك كله ماخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام وسواء اخذ بجز ام نتف ام غيرهما نعم يجب غسل المنتوف بالرطوبات الميته هاي النقطه هاي المنطقه اللي يعني كانت في داخل جسم الحيوان الميت باعتبارها متنجسة من خلال الرطوبات فذاك الوقت لابد من تطهيرها بالغسل أما لو كان ماخذين هذا الصوف أو الشعر ماخذي بالقص قصي فماكو إشكال ما نحتاج حتى إلى غسلة ويلحق بالمذكورات الإنفحة هسه الإنفحة شنو؟ الإنفحة شنو؟ الروح الى مساله اربعمئه الانفحه وهي ما يتحول اليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع كالجدي والسخل محكومه بالطهاره وان اخذت من الميته كما تقدم ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميته مع الرطوبه الا اذا ثبت ان المتعارف كونها يعني كون الانفحة ماده غير متماسكه لا تقبل الغسل فانه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقا. واما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الانفحة فهو نجس اذا اخذ من الميت. اذا هسه عندي تعبير الانفحة قد يطلق على شيئين قد يطلق على شيئين قد يطلق على اللبن الحليب اللي يرضعه الوليد من الحيوانات من الشات مثلا ويتحول في بطنه يتحول إلى مادة هاي المادة نسميها انفحة مرة نحكي عن هذا ومرة نحكي عن غشاء المعدة هم قد يطلق عليها انفحة فإذا كان المقصود هذا فمحكوم شنو محكوم بالنجاسة خلص لأن غشاء المعدة يعني معدة الحيوان الميت هذا يعني من من الاجزاء اللي تحل الحياه لو من الاجزاء التي لا تحل الحياه تحل الحياه واحنا قلنا الاجزاء اللي تحلها الحياه تحل الحياه بها فهي نتسه خلاص انتهينا منها فغشاء المعده هذا محكوم بالنجاسه هذا شلون هذا عندك يعني وليد شات ولدت ورضع هذا الوليد رضع منها وبعدين مات وتكونت هاي المادة الانفحة تكونت بالمعدة مالته تكونت ببطنة مات خالة خلص هذا بعد ميتة مو هم هو نجس وهم شنو وهم حرام ما يجوز أكله هسه تقدر أنت تفتح بطن هذا هذا الوليد طبعا هو قبل أن يأكل بالبداية تقدر تقدر تفتح بطنه وتطلع هاي الماده وتستفيد منها بالجبن او غيره تقدر؟ يقول السيد هنا عندي احتمالين يعني. مره تكون الماده صلبه بالاصل تقبل الغسل ومره لا ليست صلبه اذا كانت صلبه تقبل الغسل فيجب عليك ان تغسلها. إذا قالوا لا ترى هذا عادة عادة هاي الإنفحة اللي موجودة ببطن الوليد اللي يعني بعد ما 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 كلفت شيء غير الحليب عادة هاي ما تكون صلبة تكون فد مادة اسم افترض مو سائلة بس على كل ما تقبل الغسل يعني غير قابلة لأن تغسل حينئذ شلون طبعا طبعا النقطة هاي النقطة هو عندك ميتة وهاي المادة وين موجودة؟ ببطن الميتة يعني يعني ضمن القواعد العادية شو تكون؟ تكون متنجسة باعتبار مع وجود الرطوبة مو صح؟ الجواب لا هذا استثناء هذه هي إذا كانت صلبة فإي نجسة تغسل هي ما بها إشكال بس ما بها إشكال من حيث من حيث الطهارة والنجاسة إذا كانت صلبة فنغسلها إذا كانت مو صلبة شلون سماحة السيد يقول إذا ثبت بأنه هي عادة مو صلبة فحتى غسل ما تحتاج يعني طاهرة وحلال طبعا هو ليش هالشكل يعني سماحة السيد يقول لأن ثابت عنده بأن الأنفة شنو الانفحصت الانفحصت ما بها اشكال. ثابت عنده هذا. فاذا هي من هذا النوع خوت تنغسل. اذا من هذا النوع ما قابله للغسل ومع ذلك ما بها اشكال يعني هي حلال وما بها اشكال. فهو ثابت عنده انها حلال، ثابت عنده انه ماكو اشكال باستعمالها. وهي ما تنغسل، معناها شنو؟ معناها محكومه بالطهاره. الا اذا ثبت أن المتعارف كونها مادة غير متماسكة، يعني كون الإنفحة مادة غير متماسكة بحيث ما تقبل الغسل. لا تقبل الغسل فإنه يحكم عندئذ بطهارتها. طبعا بطهارتها وحليتها واضح. بعد هو لبن هو. يحكم عندئذ بطهارتها مطلقا. وأما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الانفحه قد يسمى الانفحه فهو نجس اذا اخذ من الميت نرجع لمسالتنا 393 ويلحق بالمذكورات الانفحه عرفناها ان شاء الله شو الإنفحة بعد؟ وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضر النجس وان كان الاحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما اذا كان من غير ماكول اللحم هذا كله في ميته طاهره العين اما ميته نجسه العين فلا يستثنى منها شيء هذا كلامنا لما قلنا اشياء لا تحلها الحياه تكلمنا عنها هذا وين نحكي نحكي بالحيوانات اللي هي طاهره العين اما الحيوانات النجسه العين وهي اثنين نعم الكلب والخنزير طبعا الأشياء اللي يعني من يعني الأشياء النجسة بها من الإنسان واحد وهو الكافر وبها من الحيوانات اثنين وهو الكلب والخنزير والبقية كلها جمادات لا يعني قصدي يعني اه اه جمادات لو صلبة لو سائلة يعني هنا عشرة فيصير سبعة من عندهم جماد قسم سائل قسم صلب والباقي كله يعني اثنين من عندهم حيوانات كلب وخنزير وواحد انسان الان بالكون كله ما عدا ذن العشره ماكو شيء نجس يتنجس إيه بس نجس لا إحنا لا بأس نذكر باللي أخذناه على الأقل من النجاسات الأيان النجسة أخذنا أول شيء البول اثنين الغائط ثلاثة المني أربعة الميتة مو صح؟ هسه احنا لهنا وصلنا مسألة 394 فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها وفي حكمها المبانى من الميته يعني من الغزال الميت واما المبانى من المذكى فطاهره مطلقا ومع الشك في حالها يبنى على الطهاره واما المسك فطاهر في نفسه نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبه المسريه حكم بنجاسته هسه فاره المسك شنو فاره المسك هي جلدة تصير تقريبا بصرة الظبي بصرة الغزار خلينا نقول فهذه بها مادة مادة شبيهة بالدم وتتحول إلى مسك هو المسك هو هذا المسك يعني الآن سؤال هي هاي الجلدة شلون هسه شلون نتعامل وياها جلدة يعني توصل إلى مرحلة من المراحل بحيث تنفصل يعني توقع من الغزال فالان نتعامل وياها جلده طبعا الجلد شنو؟ جلد من الاجزاء التي تحله الحياه صح؟ الان هل, هل نتعامل وياها على انها جزء مبان من الحيوان مثل ما اخذنا في مساله سابقه كنا نفترض في واحد انقطعت ايده انقطع قسم من عنده نتعامل وياه؟ نتعامل وياه على انه نجس يعني نتعامل وياه على انه ميته الان هذه جلده هم نفس الشيء نتعامل وياها على هذا الاساس لا الجواب لا ما نتعامل وياها على هذا الاساس على الرغم من انها جلده وعلى على الرغم من انها مما تحله الحياه وانفصلت عن الغزال عن الحيوان فما نتعامل وياها على مثل ما نتعامل مع الاجزاء المنفصله عن الحيوان الحي هسا إذا كان الحيوان حي إذا كان الحيوان ميت يعني قصدي إذا كان الغزال ميت ونفس الشيء هاي الجلدة نقدر ناخذها ونستفيد منها لو لا. الجواب نعم نقدر ماكو إشكال سواء أخذتها من الحي أو سواء أخذتها من الميت هسا قاعد نحكي عن من؟ عن نفس الجلدة هسا اللي بطنها شلون؟ الجواب اللي بطنها أيضا طاهر إلا إذا علمت مو احتملت إلا إذا علمت بأنه تنجس يعني صارت ملاقات بينه وبين أجزاء نجسة مع وجود الرطوبة المسرية حينئذ يحكم بنجاسته أما ما عدا ذلك فلا مسألة 395 ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار خفاش جابوه وأجروا عليه عملية شافوه هل هو من النوع اللي له نفس سائلة أو لا فشافوه لا ليس له نفس سائلة وكذا ميتة ما يشك في أن له نفس سائلة اخذنا في جلسه سابقه ان الحيوان قد يكون قد يكون ذا نفس سائله وقد يكون ليس له نفس سائله او خلينا نقول له نفس سائله وليس له نفس سائله شنو الى نفس سائله قلنا بانه اذا اذا ذبح يتدفق الدم قالتنا يشخب الدم وهي كلمه كلمه صحيحه يعني فصيحه يشخب يتدفق الدم من عنده وحتى حتى نفهم الفكره بوضوح يعني جرب بين ان تقطع راس دجاجه وتقطع راس سمكه فالفرق واضح هذا شلون يتدفق الماء بين عفوا الدم بين ما السمكه لا يتدفق من رأسها شيء الآن الحيوان اللي إلى نفس السائلة هذا إحنا موضوعنا وين موضوعنا قاعد نتكلم بالعنوان الرابع والميتة الحيوان اللي إلى نفس السائلة الميتة مالتة نجسة الحيوان اللي ما إلى ما إلى نفس السائلة هذا الميتة مالته طاهرة الآن بعد صار واضح أمثلة أمثلة الخفاش شلون؟ الخفاش بالتجربة ثبت بأنه ليس له نفس سائلة فإذا ميتة الخفاش طاهرة لو نجسة؟ طاهرة أبو بريس طاهرة السمك طاهرة يعني يعني شوف بالنسبه للسمكه السمكه اذا يعني صدتها بالطريقه الشرعيه تصير مذكات صح بس اذا افترض ماتت بالماء يعني ماتت من دون تذكيه فهي شو تصير مو مذكات تصير ميته صير حالها حال افترض الخروف اللي يموت يعني شنو يعني هيك سمكه حرام سؤال الخروف اللي يموت مو بس حرام نجس السمكه هم حرام وندسه الجواب لا حرام اي بس مو نجس ليش مو نجس لانه ما بيها ما الها نفس سائله ميتة ما لا نفس سائله ميتة ما لا نفس له سائله ميتته ميتته طاهره كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا؟ فتشي فالحيوان شكينا هذا إلى نفس سائلة لولا؟ شفنا ميت؟ شنحكم عليه؟ نحكم عليه بالطهارة نعتبر أنه ليس له نفس سائلة. مسألة 396 المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي إذا الميتة مو بس اللي يموت مو بس الحيوان اللي يموت لا افترض اجى فد واحد يذبح له حيوان معين يذبح خروف دجاجة أي شيء من الحيوانات اللي اكلها حلال وذبحها بطريقه غلط وذبحها من راسها بس بطريقه مو ضمن الضوابط الشرعيه الان هاي ميته لو مو ميته هاي ميته تعتبر ميته يعني الفكره مو فكره ذبحها لو ما ذبحها الفكره هل انه تمت تذكيتها او لا؟ التذكيه بها شروط مو بس قطع الرقبه قطع الرقبه ضمن يعني مو قطع يعني قطع اشياء معينه الرقبه حرام اصلا قطع الرقبه بشكل مبا... بشكل تام عن الجسد هذا حرام ما يؤدي الى حرمه ال... حرمه الذبيحه بس هي يعتبر اثم اذا كان متعمد المهم ال... ال... عمليه الذبح الشرعي ب... بشو... بشروط بضوابط اذا تحققت الضوابط فهي مو ميته إذا ما تحققت الضوابط فهي ميتة فهي ميتة حتى وإن العملية اللي احنا شفناها وذبح فليكن وإذا ذبح مو هذا المقياس مسألة 396 المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي مسألة 397 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة لا بأس شوية نعلق على 396 مسألة 396 أدنى بال يعني بالتذكية أدنى حتى يكون الحيوان مذكر أدنى أول شيء قطع يسموها قطع الأوداج الأربعة شنو هي الأوداج الأربعة هي القصبة الهوائية والمريء والمريء و شنو بعد؟ وعندي الشرائم. ها شرايين احسنت صارت صارت على جانبي القصبه الهوائيه والمريء خل نسميهن اورده والاورده اللي هنا اثنين يعني اثنين هاي شو صارن اربعه قصبه واحد اثنين وذني هم اثنين صار أربعة. احنا يعني بالمجتمع شو يقولون؟ يقولون كون الخرزه تصير بالراس مو بالذبح لو بالعكس خرزه احد 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 ذابح شيء دجاجه شي اذا تجي بالبلعوم اذا تتلمسها تشوف اكو فد يعني فد شكل يعني مثل الغده مثل الشيء شكل خرزه يسموها بالعاميه خرزه يقولون هاي يقولون حتى الذبيحه تصير حلال كون الخرزه تصير بالراس ما تصير بالبدن هي الفكره شنو الفكره انه هي هاي هاي, هاي الخرزه اللي نسميها خرزه هي من عندها تتفرع القصبه والمريء من قبلها قبلها مجرى واحد قبل هاي الخرزه المجرى واحد فاذا هنا انقطع صح افترض الشرايين والأوردة انقطعت لكن القصبة الهوائية والمريء ما انقطعن لأن شنو صارت صارت بعد الخرزة إذا إذا منا قطع إذا منا ذبح راح يصير إيه يعني بعد أن يتفرعن راح يصير إيه عند عند قصبة وعنده مريء وإذا أنهم بعد موجودات ماكو إشكال طبعاً وايضا من الشروط شروط اخرى انا بس حبيت اوضح هاي الفكره منظم من ضمن الشروط ايضا ان يقطع يقطع الاورده تقطع يعني مو يعني تقطع قطع تام مو 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 تنقص لا تقطع تماما يعني مو هي من تنقص يطلع الدم فالمطلوب مو بس تنقص وانما تنقطع قطع تام الراس ما ينقطع لكن اذا انسان قطعه متعمد فهو سوى حرام لكن الذبيحه تبقى حلال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين